السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. فيديو جديد ووصفة جديدة، سأتشارك معكم وصفة لتطويل الأظافر والحصول على أظافر رائعة جدا. لكن قبل ذلك اضغطوا لايك لتشجيعنا ودعمنا وشاركوا الفيديو مع غيركم حتى تعم الفائدة. إذا أول خطوة سأقوم بها هي استعمال الليمون الحامض على الأظافر. سنقوم بفرك الأظافر بقطعة من الليمون الحامض. كما تعرفون هذا العنصر غني جدا بالفيتامين سي، كما أنه يعمل على تبييض الأظافر وإزالة الإصفرار الذي يكون عليها. إذا نقوم بفركها لمدة قصيرة فقط. إذا بعد تنظيف الأظافر بالليمون الحامض تأتي الخطوة الثانية، وهي عبارة عن يمكن أن نقول عبارة عن ماسك لتغذية الأظافر وتحفيزها على النمو. سنحتاج فيها لعصير الطماطم بالتحديد، لذلك سنحتاج لمبشرة لبشرها والحصول على العصير أو محكوك الطماطم إن شئنا. ثم سنضيف لمحكوك الطماطم ملعقة من زيت الزيتون الذي سيعمل على تغذية الأظافر وتحفيز نموها. نخلط جيدا، ثم نقوم بنقع الأظافر بهذا الشكل في هذا الخليط المتكون من محكوك الطماطم وزيت الزيتون. نترك الأظافر منقوعة في هذا الخليط لمدة 10 دقائق، وبعدها ننتقل لعمل الخطوة الثالثة وهي عمل كريم أو مرطب للأظافر. طبعا هو الآخر سيعمل على تحفيز نمو الأظافر بسرعة وفي وقت يعني قصير جدا. ولعمل هذا المرطب والمغذي وأيضا الذي سيعمل على تسريع نمو الأظافر سنحتاج للفازلين. نضع القليل منه، ثم سأضيف أيضا إليه زيت جوز الهند. كما تعرفون في الفصل البارد يصير بهذا الشكل، يمكنكم عمل حمام مائي لتدفئته. سأضيف تقريبا نفس الكمية للفازلين، وطبعا نخلط الكل للحصول على يعني كريمة إن شئنا القول أو كريم مرطب. إذا نخلط جيدا، كما ذكرت يمكنكم تسخينه لكن أفضل أن يبقى بهذا القوام حتى نحصل على خليط أثقل. يمكنكم وضعه في عبوة زجاجية للاحتفاظ به لحين استعماله. وطبعا بعد خلطه سنحصل على خليط بهذا الشكل أو كريم بهذا الشكل. نأخذ القليل من هكذا ونقوم بوضعه على الأظافر هكذا. حتى نغطيها ونحفز نموها ونرطبها جيدا. إذن هكذا. ثم سأحتاج إلى هذا البلاستيك الغذائي الذي سأقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة، وأقوم بوضع كل قطعة على كل إصبع هكذا. نلف الظفر بالكامل بهذا الشكل كما ترون حتى نحصل على ترطيب عميق وتغطية كاملة للظفر بشكل جيد حتى نسرع نموه بطريقة سريعة. إذا سأستمر هكذا حتى ألف كل الأظافر. يعني قطعة صغيرة من هذا البلاستيك تكفي. إذا بهذا الشكل سأستمر. ثم
ثم يعني بعد لف جميع الأظافر نقوم بإزالة هذا المرطب، بل سننام به ليلة كاملة، وفي الصباح سنقوم طبعا بإزالته وشطف الأظافر بطريقة عادية، يعني نغسل يدينا بالطريقة المعتادة. ستلاحظون نتائج أكثر من رائعة. استمروا على هذه الطريقة يعني طيلة الأسبوع إن شئتم، أو يمكنكم يعني عملها حسب المستطاع مرتين ثلاث مرات. وطبعا في حال كنتم تريدون أظافر طويلة اعملوها يوميا حتى تروا النتيجة بأنفسكم، فعلا رائعة ومذهلة، تسرع نمو الأظافر وتجعلها قوية وصلبة، وأيضا بمظهر رائع جدا بيضاء بدون اصفرار.